والله احنا مقابل جسر الحريه وجسر مسدود يصير له اشقد والطرق ماكو، هسه تروح على العتيق ازدحام على هذا جسر الفتحوه، هم العايم هم مزدحم. يعني جسر مهم بالنسبه لي، والله مهم لدرجه. اي والله يعني نعاني معاناه حل. هاي ايش قصه اللي يشتغلون بيه؟ والله صاروا بالحكي سنتين بس ماكو كل شيء، ماكو كل شيء. قال لي جسر متروك وتعبان وماكو اي شيء. هو اكو شغل على ما اعتقد، هو بالحكي اكو كل شيء اكو، بس فعلا احنا نريد فعل على مستوى المدينه. شو نوجه رساله لجهه المدينه؟ والله نوجه والله نوجه لهم يرحمون هاي الناس شويه من المعاناه مالها، يعني نريد طرق عمل للناس، يعني حاله يرثون المدينه. روح هسه على الفيصليه وشوف الازدحامات، لولا هذا الجسر مفتوح نصها الازدحامات ما توصل للفيصليه ولا نصها. والله هو جسر مهم يعني بالنسبه لنا احنا، يعني الباحة ازدحامات بشكل يعني كثير، وهي صار لهم تقريبا بالخمس اشهر ست اشهر ما سوينا كل شيء حل، وتبقى الازدحامات هي هي. بس اعتقد العمل بطيء على ما اعتقد. اي نعم العمل بطيء. شنو الاسباب يعني انت برايك؟ والله الاسباب يعني بيناتهم هو الفساد، يعني هذا كله فساد، يعني اعتقد فساد. احنا نطالب اهم شيء الموصل جسورها، يعني انا سائق تاكسي بالنسبه لي معبر على جانب الايسر ساعة ونص ساعتين اتاخر. والله مهم جدا جسر الحريه لمحافظه نينوى، يعني صار فتره يتلكؤون لبناء او اعمار جسر الحريه لمحافظه نينوى، فيكون خدمي ويكون فائده العبور من الايمن على الايسر، ففائدته كثيره، يعني احنا نستفاد منه جسر الحريه. فالحكومه تتلكأ باعمار الجسور او اعمار جسر الحريه. بطيء جدا، بطيء جدا العمل على محافظة نينوى، فهناك فساد، اكيد فساد مالي او فساد اداري في بناء جسور محافظة نينوى. نطلب من السيد محافظ نينوى او السادة المسؤولين عن محافظة نينوى، فنقول لهم ان هذه محافظة نينوى امانة في رقابكم.